السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جي اس كا. دوك نعطيكم تسمعوا منصوري بغضب يتحدث وقال لكم بلي الجمهور ما كانش حابني نقعد على دي كرهت، وايضا الاداره سلكتني شهر برك العام هذا ونسالهم من عام اللي فات. مشاكل وديون الاداره تتراكم يا جماعه. دوك نعطيكم تسمعوا، واللاعبين هادو راهي بلوكي ويبقاو يبلوكيو الكونت. المهم، وايضا تسمعوا سياد يعيد الانصار بلي راح يشرفوا الرايه الوطنيه وشبيبه القبائل. اسمعوا ساء مليح منصوري كيف تحدث بغضب. لكم تعليق، لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق، ولكم الحكم. كنت هنا فريق شبيبة قبائل، دوكا عندي وجهة واحدة اخرى ان شاء الله. داروا في الثقة ادارة الاهلي بن غازي، وان شاء الله نكون في حسن الظن ونقدم اضافة لهذا الفريق، وان شاء الله نعود نولي كما كنت، نولي المستوى تاعي ان شاء الله. خرجنا من الفريق لان ما كانوش راضي علينا، مام لي سيبورتير ما كانوش حابين النادي جا في ليكيب. حنايا شغل نحترموا الجمهور تاع فريق شباب القبائل، وانا كواحد انا اللي قررت باش نروح. جا الميركاتو، لا انا ما كانش عندي مشاكل مع الاداره. كنا نمروا بازمه ماليه وبروميونا بزاف هاد ليكيب، خطر يبروميونا بصح ما كانش كاع غير الهضره. وقعدنا نسالو من العام اللي فات، وحنا نسالو الاخر لي صالير تاعنا. هاد العام ما دينا والو، ملي بدينا ما دينا الصالير واحد، وليكيب ديجا كانت تعاني وما كاش قال لي عاوننا ديجا في ليكيب. بدرو سويد على كومونسي بريزونت سو فواياج سو بروميي ماتش. بون، بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت، مباراة الاولى في دور المجموعات، حنا ان شاء الله رانا واجدين ان شاء الله لهاد المباراة اللي ما حش تكون سهله. وكاع نعرفوا بلي البطوله تشامبيونز ليغ افريكان لازم تنطميها بيان في المباراة الاولى. حنا ان شاء الله رانا واجدين، عندنا دوكا صافي ام، وحنا حنا نوجدوا البطوله هذه ان شاء الله. راح نروحوا بالنيه تاع باش نشرفوا الراية الوطنية ونشرفوا فريق شبيبة القبائل. كما قلت، شبيبة القبائل متعودة على البطولة هذه. ان شاء الله احنا راح نفاتو دوني ان شاء الله باش نديماري ان شاء الله مليح في هذه البطولة. بون بريباراسيون تركي، تري بون بريباراسيون، الحمد لله. كان الظروف كاع كانت مهيئه باش نحضروا مليح لا كومبيتيسيون هذه، ولا لافاز روتور اللي ما حش تكون سهله. ان شاء الله احنا دوك رانا واجدين كما قلت لك باش نشرفوا الرايه الوطنيه وفريق شبيبه القبائل ان شاء الله. المهم اون بو اسبيري ان بون ريزولتا. بيان سور راح كما قلت لك رانا واجدين باش نجيبو ان بون ريزولتا ان شاء الله. تري بيان، اوكي خويا، ميرسي.